في سهل البقاع تقع مدينة الشمس بعلبك، تشتهر بقلعتها التاريخية حيث يحمل كل حجر فيها قصة، كما يروي مدرجها حكايات عن فنانين مروا من هناك تاركين أثرهم في وجدان المدينة. لكن اليوم تتعرض بعلبك لقصف عنيف من الآلة الحربية الإسرائيلية، ما يجعل معاناة أهلها في صميم الحدث. معنا اليوم في الاستوديو صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وابن بعلبك، الشيف محمد سلهب. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا صباح رب. الخير. كيف الصحة؟ الحمد لله بخير. كيف بعلبك؟ لك بعلبك رغم كل الظروف هي كتير منيحة. بعلبك صامدة، يعني كل شخص بعلبك هو بجسد القلعة قديش هي شامخة، ونحن بنحكي عنها أنه قديش قوية وبتعطيك عز وكرامة وكل شيء هي القلعة. فنحن كلنا هيك، نحن بس أنه مشتاقين، أو العالم مشتاقة لترجع، لأنه في عالم فلت من الضياع، فلت من المنطقة. يعني هيدي بتبقى حسرة عند كل إنسان، ومبارح بالذات أنه صار في قصف كتير كبير عليها، ويمكن لأول مرة بتنقصف في بهذا الشكل مدينة بعلبك. يعني بالحروب كل اللي مرقوا هيدي أول مرة. امبارح وقت كانوا معلمين كل المدينة بتحسي بشيء بشع، إنه مدينة عمرها 11 ألف سنة حضارية، بينحكى عنها إنه من أقدم المدن الحضارية الموجودة بالشرق الأوسط. القلعة مدينة الشمس، كل يوم تشرق فيها الشمس حتى بالشتاء. بالفعل يعني مدينة بعلبك صح. معروفة، واليوم في هيك في قهر وفي زعل أكيد. اللي عم بيصير بهالمدينة. صح. محمد، يعني حضرتك كشاف من بعلبك أيضا وناشط على مواقع التواصل صح. الاجتماعي وبتجوب هيك بقرى وبمدن بلبنان أيضا، خبرنا عن يعني هالتجربة اللي بتقوم على مواقع التواصل الاجتماعي وعن هالمناطق بلبنان. بالنهاية أنا ابن بعلبك، ويعني من حب الأرض، أصحاب الأرض، ونحن بنحب نشتغل بالأرض يعني. وأنا كشيف بكورونا أنا بلشت، يعني بكورونا بلشت بالمسيرة، وأول مقابلة أصلا كانت عبر التلفزيون العربي. صحيح. معي أطبخ بالطبيعة وعلى الحطب، وصرت روح على الضيعة، كل ضيعة فرجي الجمال الطبيعي اللي بقلب الضيعة وأطبخ فيها. فهذا الشيء بيخليك يعني تتمسكي بأصلك، بلهجتك، بالطبيعة الموجودة، بجذورنا، بجدودنا. هذا اللي لازم نحن نكمل فيه. صح. اليوم حضرتك وصلت لقطر من لبنان، صح. عايشت جزء من الأحداث المؤسفة اللي عم بتصير هناك. حابة أنه رح وقف سؤالي لعلق على هالصور. نعم. ضروري انه نقولها. ايه؟ بعلبك مدينة مش الشمس فقط، بعلبك مدينة الكرم اللبنانية. صح. كان عندي رفقات بلبنان بس يقولوا نازلين مونة من الضيعة، من الضيعة، نعرف انه اطيب اشياء رح صح. تكون نازلة واكبر كميات كمان. 100%. خلينا نحكي على حضورك الان من بعلبك، شفت عايشت بعد اللي صار هنيك، شو بدك تخبرنا كواحد كان على الأرض بظل هالأحداث اللي عم بتصير؟ لخبرك شغلة، بالنسبة لأهل بعلبك هن معروفين أول شيء بالكرم والقوة يعني ما بيكسرون شيء. بس بالنهاية في طيران، في صواريخ، طيران ما في شيء يردها، يعني لحتى لأنه في ناس عم نخسرها، في ناس يعني أحبابنا عم نخسرها بالنهاية. ففي عالم فلت، وانتبه ضل في عدد كتير كبير بقلب بعلبك لمبارح لوقت عين علموا كل المنطقة لحتى يفل كمان قسم، بس في قسم ضل، في ناس ما بدها تفل، ضلت بقلب متمسكين. وفي ناس بتقولك انه انا، لانه كتير في ناس عندها من نفسها بتقول وين بدي اروح اقعد على الطريق مثلا، لا بضل ببيتي، بموت ببيتي، ولا بروح بقعد على الطريق وبتشنطط وهالخبريه. عرفتي شو؟ فهيدي هي بعلبك يعني. والقصف اللي عم بيصير فيها والدمار كتير كبير، بس ان شاء الله ترجع بتقوم، ترجع بتعيش يعني مثل صمود اهلها يعني. ان شاء الله اكيد. يعني يمكن
العمار، المباني يمكن بيتعوض، أكيد البشر اللي ما بيتعوض، الحجر خسارة كبيرة يمكن البشر بهالحرب. بس، يعني نحن بتعرفي في ناس عم نخسرها. صحيح، يعني يمكن تحديات كبيرة، صعوبات كبيرة اليوم عم بيواجهها أهل لبنان، وخصوصا المناطق المتضررة. بعلمك شو أكثر يمكن أمور أو تحديات عم بيواجهها أهل المدينة؟ بالنسبة كيف بدي أقول لك، يعني للمساعدات، يعني في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بتوصيلها، في ضيع كتير بعيدة، في ضيع كتير بعيدة عن الطريق العام، عرفتي كيف؟ في ضيع بآخر بعلبك من ميلة الهرمل. فلنقول إذا جمعيات أو إكس دولة أو حدا بده يوزع مساعدات، عم يستصعبوا يوصلوا لهيدي المناطق. مثل ما نحن اللي عم نشتغل هلا على الارض كمان عم يعني عم نستصعب نوصل، بس انه عم نلاقي حلول قدر الامكان اللي نحن قادرين عليه. عرفتي؟ عم تحكي نلاقي حلول. نعم. انت عملت مبادره صح بهدف تقديم المساعده. نعم. خبرنا اكثر عن هالمبادره، عشو مركزين، شو بتجربوا تعملوا؟ نحن كاول ما بلشت الحرب، يعني مثل أي إنسان، أنا ابن هيدي المنطقة وهيدي أهلي وناسي، يعني أنا ماني عم ساعد ولا إنه عم ساعد إنه لطعمي، أنا عم بعمل أكل لناكل نحن كلنا سوا. عرفتي كيف؟ نحن هيك نعتبرها، يعني هودي أهلنا وناسنا. أنا عندي مطبخ بمنطقة زحلة معتبرة شوي آمنة، فتحته وصرنا نطبخ كل يوم للناس اللي موجودة، اللي فلت من بيوتها من ميلة بعلبك إجت صوب زحلة وهيدي المنطقة. بلشنا يمكن 300 شخص، هلا يمكن عم نطلع لألف من قلب هذا المطبخ متواضع. يعني نحن اشترينا طناجر، كل يوم اشترينا اول شيء طنجرتين، وهلا صرنا عندنا 6 طناجر والغازات، لحتى لي نحن قدر الامكان نطعمي هيدي الناس. هيدي بالمنطقه اللي موجود يعني ضمن نطاق زحله والمناطق الامنه، بس في ما ضيع بقلب بعلبك بعد في عالم ما عم تقدر الجمعيات ولا حدا، والأكترية ما عم يقدر يوصلوا لكل الناس. أوكي في ناس نازحة قاعدة بالمدارس، بس في ناس بعدها ببيوتها حتى ما قدرت تشتري شيء، لأنه ما في شيء مفتوح بالضيع، يعني في دكاكين مسكرة، في ملاحم مسكرة، في فنحن اللي قدر الإمكان مثلا في أشخاص موجودة بالضيع بنعرفها مثل رفقة، نحن رفقة عم نشتغل على الأرض. تمام. في كذا رفيق أنا وياهم، كل واحد عنده حدا بضيعة إكس يعني حال الله اسم، فنحن منحول مبلغ لهذا الشخص وهو بيشتري من المنطقة بوزع للناس اللي موجودة الأكثر تضرراً، الأكثر بحاجة، يعني من خبز ل يعني نحن عم نوصل للضيع مثلاً الخبز، دجاج ناي، رز، باستا، كل شيء ناي لحتى هن هون المواد الأساسية ليمشوا حالهم. أكيد إنه يعني هذا اللي فينا نعمله بالنسبة للضيع كمجهود فردي، يعني نحن ما أنا لا جمعية ولا نحن الدولة ولا نحن بلديات، يعني هون النقطة المهمة عم تقول إنه مجهود فردي. إيه؟ وأنت وأصحابك. صح. يمكن وشفنا هالمبادرات اليوم والتضامن مع لبنان بالحرب من مجموعات هيك فردية عم بتكون المبادرات، يعني هذه مؤثرين من مختلف عم بتكون الطوائف والمرجعيات وما إلى ذلك. يعني كيف عم بتشوف هالتضامن الكبير من الشباب اليوم؟ قديش رح يأثر ايضا بعد الحرب؟ اكيد حيأثر لك بالنهايه، وقت بيكون انت عندك مؤثره عبر التواصل الاجتماعي او عندك محتوى عم تقدميه للناس، اجباري انت تساعدي، اجباري انت تكوني مع اهل بلدك، تعملي ولو اقل شيء بتقدري تعمليه. فهيدي الشباب اللي على الارض اللي عم تساعد، يعني الله يعطيهم الف عافيه كلهم من كل الطوائف صراحه. الحلو انه عندنا بالبلد انه بتعرفي يعني مثل بعلبك مدينه حضاريه، بعلبك جامعه كل الطوائف، بعلبك فيها كل الطوائف، فيها فايتين بعض، يعني متجوزين بعضهم، فايتين، عرفتي كيف؟ اهل مثل كل المناطق. وهيدي الناس الشباب المؤثره اللي عم تشتغل على الارض هي كمان هلا يعني عندها مفعول كثير كبير. بالنهايه هيدا فرد عم يشتغل، عم يجمع شويه مصاري، عم يشتري فيهم غلاض يعطيهم للناس. صح. محمد، بختام فقرتنا لليوم وهاللقاء، حبب هاللهجة البعلبكية. إيه؟ المحببة اللي كلنا منحبها وكنا تابعناك فيها من بدايتك على وسائل التواصل الاجتماعي، شو الرسالة اللي حابب اليوم توجهها ما رح قلك شباب وكأنهم أغراب مثل ما قلت أهل بعلبك، هن أصحاب وهن قرايبين وهن أصدقاء وهن أهل. صح. شو الرسالة اللي أنت اليوم بتوجه لهم إياها إذا كانوا عم يحضرونه؟ أهلي وناسي
بقول لهم الله يرد عنكم ويحمي الجميع، وإن شاء الله ما نم طولي، رح نرجع مناطقنا ورح نرجع نجمع القعدات والشو بيقولوا هاد جلسات بالربعات. الربعات عندنا لأنه نحن على بعلبك يعني ولاد عشاير، بعضنا محافظين على التراث العربي، وإن شاء الله حنرجع لها أقوى وأقوى إذا الله رب. وبنرجع ندق لها النية بالجرن بقلب بعلبك. أكيد، ما هذا الفيديو أنا الجرن اللي كنت عم دق فيه هو يعني كيف بدي أقول لك، أول مرة حدا بفوت بيطبخ بقلعة بعلبك، هو فرد أنا طبخت. يعني نحن بنضم صوتنا لإلك أكيد، الله يحمي الجميع وتمرق هالفترة إن شاء الله أكيد. قريباً نشكرك شيف محمد سلهب ابن بعلبك، شكراً جزيلاً لحضورك معنا اليوم. شكراً لكم.